وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أن وزع أنوار الملكوت في صنوف الطاعات والموافقات، فما أعوزك من أنوار بقدر ما فقدت من الطاعات. وصل اللهم على سيدنا محمد الذي علمنا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة. والحمد لله أن جعل الصلاة عليه من أقرب الطاعات إليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ صلاةً تجعلنا نحبه كثيرًا ونشكرك كثيرًا، وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أهلًا بحضراتكم في هذه الليلة التي يقتفي المحبون أثرها، ويتتبع المسلمون والمؤمنون أثرها في هذه الليالي، في الليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان. اللهم اجعلها ليلة القدر يا رب العالمين. أهلا بكم في هذه الليلة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. تأتي هذه الليلة تحت هذا العنوان الذي يأخذ مسارا مهما في حياتنا. فطوبى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. تدور هذه الليلة حول أخلاق الإسلام في التعامل مع الضعفاء وذوي القدرات الخاصة. نعم، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم. وعلمنا إسلامنا الجميل أن الضعيف أمير الركب. فأهلا بكم في هذه الليلة، ونستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الرحمن حسين يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا Thank you.
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله
إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لما سئل مولانا الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم عن الصوفية وعن أهل الله قال: هم السادة عباد الرحمن الذين جاء وصفهم وذكرهم في أواخر سورة الفرقان، وهذا ما تلاه علينا القارئ الكريم مما تلاه من آيات الله البينات الآن. نعم، اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق الرفيع شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. لي في مديحك يا رسول عرائس طيبن فيك وشاقهن جلاء، هن الحسان فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء. اللهم نولنا شفاعة سيدنا صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن شوقي حين طلب الشفاعة من سيدنا صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذه الليلة، وأسعد بصحبة أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد القادر، مدير عام الإدارة العامة لتحقيق وتجميع المخطوطات وكتب التراث، فأهلا بفضيلتك. وأيضا أستاذ الدكتور محمد نصار، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، ونستهل أحاديث العلماء في هذه الليلة بكلمة الدكتور محمد نصار، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. شهر الصيام لقد كرمت نزيلا وشفيت من كل القلوب عليلا، شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه لمن أراد قبولا، شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا، فاجهد عساك تنالها بالجد واحذر أن تكون غفولا، قم فاقتدي بالهاشمي محمد خير الورى في العالمين رسولا، المجتبى المختار أفضل من غدا في المذنبين مشفعا مقبولا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلِّم تسليما كثيرا. وبعد، الجمع الكريم، في دياجير القرون الماضية وبينما كان العالم يئن أنين ليسمع، يهزي كالسكران ويضحك كالمجنون ويجري كالمطارد، ويأكل الغني الفقير ويأكل القوي الضعيف، في هذه الآونة شهد التاريخ إنسانا شامخ النفس مستقيم الضمير، تتركنا كلماته ويتركنا سلوكه وأفعاله، ندرك إدراكا وثيقا الغرض الذي كابد وجاهد وتحمل الصعاب من أجل تحقيقه، ألا وهو إنهاض الإنسان وإعمار الحياة. إنه الصوت الذي يتناهى من عبق القديم المعتق ما فتئ موجودا في زماننا الحاضر، ينادي علينا بالليل والنهار في الصباح والمساء. إنه الصوت الذي ما يكاد يسأل عن أفضل الأعمال وأبقاها حتى يجيب وبلا تردد: بذل السلام للعالم وأن تعيشوا عباد الله إخوانا. إنه صوت النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء
فتحول الظلام إلى نور، والفوضى إلى نظام، والضياع صار منعة، والمهانة أصبحت عظمة، والجهالة أضحت معرفة، والعدم صار وفرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد العالم مقسوم، شطره لله وشطره لقيصر، شطره للدنيا وشطره للدين. الغني فيه يأكل الضعيف، وكان عليه أن يختار بضرب من عناء. لا خيرة في الأمر، ما كذب هذا الرسول وما غوى. لا خيرة في الأمر، ما نطق محمد عن الهوى. لا خيرة في الأمر، وما صدق أحد إن لم يكن هذا الرسول بالصادق الأمين. فسلام عليه بما هدى من سبيل، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. هو القائل صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بدعفائكم؟ عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع المساكين كي يبشرهم، مع منكسر القلوب ليجبر قلوبهم. تتجلى رحمة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم تكريماً للكدح، وتكريماً للأيدي العاملة التي هي الأمة وهي الشعب، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. اللهم احشرني في زمرة المساكين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء يلبي حوائجهم، مع المساكين يقف بجانبهم صلى الله عليه وسلم. وأقف ها هنا متحيرا لمن يقول إن الإسلام قد انتشر بحد السيف، وهي مقولة قديمة حديثة. قلت: ومن الذي حمل السيف؟ من هم الذين حملوا السيف ونشروا الإسلام؟ أهم الضعفاء الذين كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو عبد الله بن مسعود؟ أم هو عبد الله بن أم مكتوم ذلك الأعمى؟ أم من من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي عاش بين الضعفاء مستضعفا صلى الله عليه وسلم، وقد طرد من بلده ومن بين أهله مهاجرا، إلى أن أراد الله تبارك وتعالى أن يجبر خاطره بليلة الإسراء والمعراج بعد حادثة الطائف التي كانت تكريما وتشريفا لسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. حين وصل إلى ما لم يصل إليه أحد من البشر، أراد الله أن يجبر خاطره بجبره لخاطر الفقراء والمساكين. حين تجلى الله عليه تبارك وتعالى بتجلي الجلال وتجلي الجمال، وكأنه كان موفود العالمين إلى رب العالمين ليتحقق من الرؤيا بعين اليقين، ولسان حاله يقول: رأيت ربي بعين قلبي، رأيت ربي بعين قلبي، فقلت: لا شك أنت، أنت، أنت الذي حزت كل عين بحيث لا أين ثم أنت، فليس للأين منك أين فيعرف الأين أين أنت، وليس للكيف منك كيف فيعرف الكيف كيف أنت. أحط علما بكل شيء، فكل شيء أراه أنت، وفي فنائي فنا فنائي، وفي فنائي رأيت أنت. صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يجبر خاطره يوم أن جبر خاطر الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات. عاش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي قضيتهم، يعيش معهم هذه القضية صلى الله عليه وسلم، يتعامل معهم ويتفاعل معهم، سواء كان هذا الضعف ضعف طبيعي أم ضعف طارئ. هذا الضعف الطبيعي الذي يتمثل في المرأة أو الطفل، وخاصة إذا كان يتيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أحرج فيكم الضعيفين، المرأة واليتيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي كانت قبل الإسلام تورث ولا ترث، تملك ولا تملك، ولا قيمة لها، وكيف انتقل الإسلام بها من مواطن الضعف
إلى أعلى قمم القوة حين مكن لها كثيرا وكثيرا، والأدلة والاستشهادات والاستطرادات موجودة في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن يحكي حالها عندما كان الرجل يبشر بالأنثى ماذا كان حاله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وهنا أقف وقفة مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال في أكثر من موطن، يقول رضي الله عنه: أتذكر جاهليتي فأضحك، وأتذكر إسلامي فأبكي. قيل: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: أتذكر جاهليتي فأضحك لأنني قد اصطنعت صنما من العجوى لأسجد له من دون الله، وفي ليلة من الليالي عض للجوع، فذهبت يمنة ويسرة أبحث عن طعام لآكله، فلم أجد غير هذا الصنم فأخذته وأكلته، وكلما تذكرت ذلك ضحكت وقلت: سبحان الله، أرأيتم عبدا يأكل ربه. وأتذكر إسلامي فأبكي. لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الله قد رزقني بأنثى، فلما بلغت مبلغ السعي، أي بلغت مبلغ المشي، أصبحت تخرج وتدخل معه، فلما بلغت مبلغ السعي أخذتها ودفنتها حية. وكلما تذكرت ذلك بعد إسلامي، والحق تبارك وتعالى يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بكيت على ذلك بكاء شديدا، ووالله لولا أن الإسلام يجب ما قبله لهلك عمر. عندما نذكر المرأة نذكر أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من السابقات إلى الإسلام التي انتقلت من مواطن الضعف إلى موطن القوة، وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يحكي حالها ويحكي حاله معها، يقول: آوتني حين تركني الناس، ونصرتني بمالها حين خذلني الناس. وهي تقول له: يا ابن العمومة لا تخف، كلا فلن يخزيك رب حاني، أنت الذي تقري الضيوف بشاشة، أنت الذي تقري الضيوف بشاشة وتعين ذا نصب بغير تواني، هذه النبوة قد أتتك فكلها أهلا لتمحو مظهر الطغيان، فاثبت رعاك الله يا خير الورى، واخضع لأمر الله في قوة وإيمان. ونذكر السيدة عائشة كيف وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى أبدا طبقات السابقات حين أقبلنا إلى هذا الدين وأسلمنا قبل الرجال. فهذه السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها عندما سبقت أباها أبا سفيان بن حرب ودخلت إلى الإسلام، وثبتت عند الفتنة في بلاد الحبشة عندما ارتد زوجها عبيد الله بن جحش، وهذه أم الفضل سبقت زوجها العاص بن الربيعة، وهذه السيدة فاطمة بنت الخطاب سبقت أخاها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، وقد سبقت زينب بنت رسول الله رضي الله عنها وصلى الله وسلم على رسول الله، سبقت زوجها إلى الإسلام. وكذلك سبقت السيدة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أهلها جميعا، ودخلن جميعا إلى الإسلام، وحق لهن أن يقال عنهن طبقات السابقات. هذه المرأة التي كانت ضعيفة كيف قواها الإسلام، وكيف وقف بجوارها وانطلق بها النبي صلى الله عليه وسلم فتبوأت مكانتها، وهذا ليس بخافي على أحد. ثم لنقف بعد ذلك إلى الأولاد الصغار حين نادى الإسلام: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو يذكر الناس جميعا بواجبهم نحو هؤلاء الأطفال الصغار، يقول صلى الله على حضرته: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظت أم ضيعت؟
حتى يسأل الرجل عن آل بيته، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لما جاء صحابي إلى رسول الله وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن وهو سيدنا الأقرع بن حابس، يقول: يا رسول الله، والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا هذا، إنها رحمة، اعلم أن الذي لا يرحم لا يرحم. إنما يرحم الله تبارك وتعالى من يرحم العباد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتم بهم، واهتم القرآن بهم، وبين لنا المناهج لتربيتهم: التربية بالقدوة والأسوة، والتربية بالمحاكاة، والتربية بالقصة وبضرب المثال، وذلك مبسوط في ثنايا القرآن الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج فيكم الضعيفين، المرأة واليتيم. ولا ننسى اليتيم أبدا، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بإكرام اليتيم. لما جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة في قلبي. ماذا قال له النبي؟ قال له: يا هذا، امسح على رأس يتيم يلين قلبك. مجرد أن تمسح على رأس اليتيم يلين قلبك، وتعود إلى هذا اللين وهذه الرحمة التي أودع الله إياها قلبك. نعم، أمرنا الإسلام بذلك، وقال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وأمرنا القرآن ألا نأكل أموالهم بسوء أدب أو بسحت أو بغير ما أمر الله تبارك وتعالى به. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتمتد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشمل كذلك الوالدين في حال ضعفهم. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعوني فقط أقف على هذا الموقف عندما مر سيدنا عبد الله بن عمر على رجل من الأنصار وهو يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة ويسعى بها بين الصفا والمروة ويقول له: يا عبد الله بن عمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ فينظر إليه ويقول له: لا والله، ولا حتى بطلقة من طلقات حملها، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. إن الإسلام الذي ننتمي إليه في مجال التربية والتكوين نراه يدعو إلى تكوين طلائع مؤمنة بالكتاب والسنة بما يحويه من أخلاق وتشريعات وقيم وأنظمة. نشعر بالضعفاء ونشعر بالمساكين، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فقوموا أيها المسلمون في هذه الليلة المباركة واسعوا إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، ونحن نردد في صوت واحد: قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجمود ومشيناها خطى للعز والنصر تقود. فتقدم يا أخ الإسلام فقد صار الجنود، وامضي للمجد إن المجد بالعزم يعود. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تيسر بها الأرزاق، وتحسن بها الأخلاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق. وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بها بين يديك يا عزيز يا خلاق. وإلى كلمة
فضيلة الدكتور عبد الفتاح عبد القادر مدير عام الإدارة العامة لتحقيق وتجميع المخطوطات وكتب التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، لك يا حبيبي في القلوب حفاوة، ولك الأراضي قد أحلت مسجدا، يا قبسة من نور ربك إننا يوم القيامة في انتظارك منجدا. وبحق من رفع السماء علية، أنت المشفع والشفيع المقتدى، صلى عليك الله يا نبع الهدى، يا من بعثت مبشرا ومؤيدا. اللهم صل على سيدنا رسول الله محمد صلاة تقربنا لحضرته، تمتعنا برؤيته، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير، ونحن في ليلة عامرة، ليلة مباركة، ببابك يا مهيمن قد وقفنا، نعز النفس في ذل السؤال، ونطمع في العطاء، وقد علمنا بأنك باسط كف النوالي، فبالإحسان جد واعطف علينا، فبحرك زاخر يا ذا الجلال، إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي. سألتك بالنبي وآل بيت لهم جاه على مر الليالي، ترينا الحق حقا نتبعه، وجنبنا به طرق الضلال، ونختم بالصلاة على النبي وأتباعه وأصحاب وآل. أما بعد، أتباع رسول الله، ونحن في ليلة عامرة، ليلة 27 من رمضان، الذي يرتجى أن تكون ليلة القدر كما ثبت في السنة الصحيحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر زلاتنا، وأن يعفو عنا، وأن يبلغنا المقاصد فيما يرضيه. اللهم آمين يا رب العالمين. نتذكر يا أحباب حق الضعفاء. الحمد لله، من الله تبارك وتعالى علينا وعلى أكثرنا ببنية كاملة، والضعفاء وأصحاب القدرات الخاصة وجب على الجميع أن يكون في قلبه رحمة وقضاء لحوائجهم، قضاء لأحوالهم. الله تبارك وتعالى من عليك أيها المؤمن في سمعك وبصرك وحركتك، فما هو نفقتك مما من الله تبارك وتعالى به عليك؟ أن تنفق مما من الله تبارك وتعالى به عليك، فلا بد أن تقف إلى أصحاب الحاجات، إلى الذين يحتاجون، أن تعضد ساعدهم، أن تقضي حوائجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه فيقضيها له، خيرا له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرا. لك أن تتخيل، نحن نتذكر في هذه الليلة المباركة، ليلة نتذكر أصحاب الأمراض، أصحاب الحاجات. النبي صلى الله عليه وسلم جلس الصحابة رضوان الله عليهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، تصيبنا الأمراض، ما لنا فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفارات. قالوا: يا رسول الله، وإن قل المرض؟ قال: وإن كان شوكا يشاكها العبد يكفر الله عنه بها خطيئة
ويرفعه بها درجة. لك أن تتخيل إكرام الله لأهل البلايا، لو كان هذا الإكرام بشوكة، الله تبارك وتعالى يأجر صاحبها، يرفع عنه خطيئة ويعطيه أجرا ويعطيه ثوابا. هذه الشوكة ألم لحظي، ألم لحظي، فما بالكم بمن تبعه الألم طول حياته، ما بالكم بمن لازمه تعبه ومرضه طيلة حياته. فلا بد أن نعلم أنه في منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يسخر بالإنسان قد ابتلاه الله تبارك وتعالى في عينه أو في جسده أو في أي عضو من أعضائه. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى له كل المكانة العلية عند الله تبارك وتعالى. الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى في جسده له المكانة العلية عند الله تبارك وتعالى، لأنه يؤجر على كل ألم يشعر به، يؤجر على كل نقص يشعر به، حتى وإن كان هذا الألم نفسي، حتى وإن كان هذا الألم نفسي. كذلك من لم يلاحظ حق الضعفاء وحق الذين ابتلاهم الله في أجسادهم، وكالأعمى مثلا تمشي دون أن تسلم عليه، فقد ورد في الحديث أن من لم يسلم على أعمى فهذه تعد خيانة، خيانة. إذا مررت ووجدت أعمى ولم تسلم عليه لأنه لا يراك فقد خنت الأمانة. لك أن تتخيل، لابد للمسلم أن ينظر لأصحاب البلايا، أن ينظر لهم نظرة تقدير وإجلال، لأنهم في منزلة علية عند الله رب العالمين. أولا في منزلة علية عند الله رب العالمين أولا، ثم بعد ذلك لابد أن تكون في قلبك رأفة، في قلبك توجه لقضاء حوائجهم، لسد حاجاتهم، لسطر أمورهم. هذا شأن المؤمن. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، سواء من البلاء، من قلة الرزق، من قلة الحركة، من داء أصاب نفسه أو جسده. أين نحن من أن نعضد أو يعضد بعضنا بعضا؟ يا أتباع رسول الله، ديننا رحمة، وكما بيّن أخي في الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فإذا أردت أن يوسع الله رزقك ويبارك في عمرك وفي أهلك وفي أولادك، كن إلى جوار الضعفاء يكن الله معك، يكن الله معك. كن إلى جوار الضعيف، اعلم أنك تشعر بسعادة قلبية وبسعة نفسية إذا كنت في كتف من ابتلي في جسده وابتلي في، سبحان الله، في أحواله. واعلم كما قلت أنه في منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى، لأنه ورد في الأثر حينما قال: إذا سبقت من الله للعبد منزلة، إذا سبقت من الله للعبد منزلة، أرادك الله جل وعلا أن تكون في مكان في الجنة بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في صحبة
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله كريم، وإذا أعطاك أعطاك منزلة علية. يقول في الأثر: إذا سبقت من الله للعبد منزلة فإن لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في نفسه وماله وولده حتى يبلغ تلك المنزلة التي أراد. لك أن تتخيل إكرام الله جل وعلا لأصحاب البلايا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان إذا ابتلي في نفسه ارتفعت درجته ومحيت خطاياه. ونحن في هذه الليلة المباركة، إلى جانب أننا نكسر من العبادة هذه الليلة المباركة، الله تبارك وتعالى جعل في كل ليلة ساعة إجابة، إلا ليلة القدر من أولها إلى آخرها هي ساعات إجابة، ساعات إجابة. سلام هي حتى مطلع الفجر. العمل في ليلة القدر خير من العمل في غيرها، أو في 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. اسعى إلى عمل الخير، اسعى إلى الذكر، إلى الدعاء، إلى فعل الخير للمحتاجين، إلى صلة الرحم. حاول ألا تنام في هذه الليلة، في هذه الليلة. وأجمل شيء أن تقدم شيئا وخيرا للضعفاء حتى يرد الله تبارك وتعالى عليه. واعلم أن كل فعل، كل فعل تفعله في الدنيا للضعفاء مردود عليك سعادة، سعادة في هذه الدنيا، مردود عليك في هذه الدنيا. الله تبارك وتعالى كريم، يعطيك من العطاء والجزاء من جنس العمل. فإذا أكرمت ومن الله تبارك وتعالى عليك بصحة أو مال، ساعد غيرك من الضعفاء، تلمس حاجة المبتلين. نسأل الله أن يصلح حالنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. ونسأل الله أن يجعلنا من عتقاء ليلة القدر، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، اللهم آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمدٍ المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. علمونا في اللغة أن ثمة فعلًا متعدِّيًا وفعلًا لازمًا، فما أجمل أن يكون فعل الخير فيك متعدِّيًا للآخرين، شاملًا الناس. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق من قال: قالوا حرام أن أحبك أكثر، هذا لأن قليل حبك أسكر. خبأت قلبي من سهامك، قال لي عند احتضاري يحمد الحب السرى. ما في بني النجار مثلي عاشق، فرش الفؤاد لحر نعلك بيدرا. فاقرأ فلست بقارئ، أنا طائر، جبريل حرك ريشه فتبعثر. لا ترتجف فالصبر عند الرعشة الأولى، وهذا البرد أقدس معترى. فزمل بدايتك النبية وانطلق، فخديجة في الباب هيأت القرى. ما كل ذي قلب يظل لاغنى، قلب هنا ما لا يباع ويشترى. ستعود بالطفل المبارك مرضع، مرضع، ويعود ضرع الشاة ثرا أخضر. سيرون على الكتف الشريفة خاتما، وتذيع سرك غيمة لم تمطر. اليتم عند الناس ضعف واضح، واليتم عندك كان كيتة جوهرا. سيمر بياع العطور ببابذة، ويقول أوحي للندى أن يجهر. سيقول عمار لزوجة ياسر: قدر المحب إذا اكتوى أن يصبر. نعم، خير الورى من أطعم الدنيا ولم يطعم، وشد على الحجارة مئزرا. فتعال، فكل قلوبنا لك خزرج، وعيوننا لك أوس تغازل كوثر.
قلبي هو الجذع الذي غادرته وذبحته لما صعدت المنبر، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم، فما أجمل وما أحلى أن تتخلق وأن تتحقق بأخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقولون في معرفة سيدنا أقسام مختلفة. نعم، إن ثمة أقساما مختلفة، وهي ثلاثة أقسام، فالعوام يعلمونه، يعلمون أنه رسول الله إليه. أما الخواص فيعينونه بالكشف، أما خواص الخواص فيتحققون به في كل حياتهم، فيصبحون هم هو وليس هم. نعم، هذا هو كيف أن تتحقق بسيدنا صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. نعم، اسمحوا لنا الآن أن نستمع ونستمتع بهذا الابتهال وهذا الإنشاد للمبتهل الشيخ عثمان هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها إن شاء الله. لا إله إلا الله، 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 ما في قلبي غير الله، ما في قلبي غير الله، أنا ما في قلبي غير الله، حسبي ربي جل الله، حسبي ربي جل الله، نادي وقل سبحان الله، طه الهادي رسول الله، لا وحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها قد جاء في الأصول من بين ثنايا الرسول، ها قد جاء في الأصول من بين ثنايا الرسول، ها قد جاء في الأصول من بين ثنايا الرسول، أن مفتاح القبول، أن مفتاح
افتتاح القبول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا ثنايا العدنان. ها قد جاء في القرآن من بين ثنايا العدنان، ها قد جاء في القرآن من بين ثنايا العدنان، أن مرضى الرحمن أن تقوية البنيان، أن مرضاة الرحمن أن تقوية البنيان، أن مرضاة الرحمن بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الكريم الحليم الحليم صاحب الشرع المبين، لا إله إلا الله، لا إله لا الله لا إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واحفظ بلادنا من كل سوء يا أكرم الأكرمين يا القدر. في ليلة القدر قم إلى المحراب واخفض جناحك، واخفض جناحك تائبا إلى التواب، واسكب دموعك راجيا مستغفرا، فلعلها تنجيك من أهوال يوم عظيم.
المدينة سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما أحلى وما أجمل أن نتوسل بالرسول لنضمن الوصول. نعم، وما أحلى وما أبهى وما أروع أن نكون في رحاب مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، والذي دعانا لأن نكون في جواره في هذه الليالي الكريمة من ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.